مين اكتر شخص نفسك تشوفه وتقوله انا مفتقدك في حياتي؟ والله هي اختي. صحيح انا او اكيد اي انسان اكتر حد عايز يشوفه اللي هو بيبقى فقد وخلاص، بيبقى توفى ومستنين ان شاء الله نقابله في الجنة يعني. وان كان والدي توفى وانا صغير، واخويا برضو توفى نسبيا وانا صغير، انما اختي كانت اقرب حد ليا والحمد لله الموت خدها فجأة كده. بس اتمنى من ربنا ان احنا نتقابل معهم كلهم في الجنة ان شاء الله. ربنا يرحمها يا رب. ربنا يخليك، شكرا. والله وطبعا السؤال دوت بيبقى صعب على ناس، لان انا من ضمن الناس اللي افتقدت والدي في يوم من الايام، فاتمنى ان هو يكون معايا في الايام ديت في ايام العيد، بس الله يرحمه يعني. الحمد لله على كل حاجة. الوالد متوفي ومفتقدينه، اتمنى اني اشوفه يرجع للحياة لو اخسر الكثير. والدتي الله يرحمها ويحسن اليها، يعني نفسي حاسة ان الدنيا كلها راحت مني بصراحة. هي لسه ميتة قريب على 20 يوم، فهي مفتقدة جدا طبعا. مفتقدة يعني بابا وماما، دول اكتر اتنين عدم وجودهم فرق في حياتنا كتير. والدي يعني، والدي هو عايش معانا وكل حاجة، بس انا يعني مفيش افضل منه، مفيش افضل في الحياة كلها من والد يكون جنبك على طول ويكون في كل مكان. بتنقل ما بين المحافظات بس انا عايزه معايا يعني، حتى لو ظروف شغله برضه بتسمح له كده، انا عايز اكون معاي على طول، ما يروحش هنا ولا هنا. يعني هو الصديق وهو الحبيب، هو في كل مكان يعني. لما بكون رايح مكان مشكله في ازمه ولا في اي حاجه فبلاقيه معايا على طول، ما بيسيبنيش من وانا صغير لحتى وانا كبير، حتى وانا في جامعه، حتى وانا حتى في كليه وانا بعد كده برضه بلاقيه معايا. لولا ان الموت علينا حق ما كنتش رضيت خالص ان ده يحصل يعني. والدي مش اكتر، ان هو بعد ما مات ف يعني كل حاجه بالنسبه لي ماتت، وهو بصراحه كان نفسي يبقى معايا دلوقتي مش اكتر. شكرا.